كاين منا اللي كتضحي براسها على ود اشخاص اللي هي كتبغي، وكاينه اللي كتضحي بوالديها وبراسها وحتى بمستقبلها على انسان اللي جميع الظروف اللي من حولها ارسلت لها بزاف ديال الرسائل باللي انه هو غير صالح لها، ولكن رغم ذلك كتبقى كتوهم راسها باللي هو الشخص الصحيح والمناسب، حتى كتطيح في واحد النهايه خايبه ليها اللي مولانا وراها البدايه ديالها من الاول. حكايتنا الليله عبر لكل الفتيات والمراهقات والمقبلات على الزواج وحتى المتزوجات، حيت ربما تقدري تلقاي راسك فيها. ما تمشيو فين، وبقاو معنا باش تسمعوا حكايه الليله. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، احوالكم القلبيه العقليه الروحيه تكون بخير وعلى خير، وان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في ابهى الاحوال. بلا ما ننسى الناس ديال الباك جوبونس هما تيدوزوا دابا، سمحوا لي الا ما كنتش عارفه بالضبط التاريخ، ما عنديش حد في العائله اللي تيدوز الباك، ولكن كنتمنى لكم النجاح والتوفيق والله يسهل الامر ديالكم. حيت بزاف منكم اللي كيخلي ليا تعاليق لتحت بلي انه ندعيو معاه، الله يجعل مولانا ييسر لكم الامور. كثرت عليكم الهضره، ما نطولوش اكثر. هو الاول قبل ما نبداو في الفيديو ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب لتحت اللي ما تكلفكم حتى شي مجهود وما خسراش فيا، وشكرا على التعليقات ديالكم الزوينين بحال قلوبكم، وراني حافظه المتتبعات ديالي. خير ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. صاحبه حكايتنا الليله غادي نسميوها بوفاء. كتقول وفاء كبرت وسط واحد العائله اللي ما عندناش وما خصناش، كنا بينا خمسه ديال الخوت، والديا كانوا مفشين لواحد الدرجه ما كتصورش، اللي حليت عليها فمي كتحضر ليا حيت كنت انا هي الصغيره في خوتي. كبرت مفشه واللي بغيتها كتجيني، وما كانوش يقولوا لي لا غادي نقرا حتى السيزيام وصافي. مع كان جا خاطبني واحد من عائلتنا وانا نوعا ما بحال تعلقت به، فما بقاش عقلي مع القرايه وما بقاش بالي مع والو ولا غير معاه هو. واخا كنت قرايه غادي وكانت تكاسل تنمشي للمدرسه وبالي غير مع داك خينا اللي غادي يتزوج بيا، ونقول امتى غير نجي للدار باش اختي تعطيني التليفون ديالها وندوي معاه. فمن موراها غادي نحبس القرايه. دازت مده وقعوا مشاكل عائليه وتفارقت معاه. ملي تفارقنا دخلت لواحد المدرسه اللي درت فيها الحلاقه وخديت الدبلوم ديالي، بقيت كالسه غير في الدار حتى جا الوقت فاش اختي اللي كبر مني غادي تولد عندنا، بحكم انه راجلها وخدمتها كاينين في مدينه واحده اخرى غادي نمشي معاها. دارنا غادي يقولوا لي غادي تمشي مع اختك من بعد ما ولدات باش تعاونيها على ولدها، وداكشي اللي درت. انا غير جالسه ما تندير حتى شي حاجه، فمشيت معاها كنعاونها على ولدها بحال راه ولدي، واختي ما كانت مقصره من جهتي حتى شي حاجه، واللي بغيتها كتجيبها ليا ودايره بحسابي. فبحكم انا مبليه بالكره بواحد الفرقه كنشجعها خاصني فين ما مشات كنتبعها، وهي كانت عارفه هذا الشيء. في 2019 دخلت الجروب نتاع الواتساب نتاع ديك الفرقه مع كاع دوك اللي تينتقلوا كيبداو كيشجعوا، واحد الدري من داك الجروب غادي يصيفط لي واحد الميساج خاص في الواتساب ديالي، ما جاوبتوش، بقى تيصيفط لي انا ما كنجاوبوش. داز زوج سيمانات صنع عليا في التليفون ديالي، جاوبت شكون معايا؟ انا فلان بغيت نتعرف عليك وناوي المعقول وما بغيتش نتفلى، شوفي عافاك صبري معايا غير ناخذ الدبلوم ديالي ونجي لداركم حلالا طيبه. انا ديك الساعه كنت في مدينه واحده اخرى عند اختي بعيده عليه، منين عرفته صافي بدا كيقنعني بشي افكار حتى اقتنعت به. تعرفت عليه في شهر 2 نتاع 2019. في شهر 7 وقعوا شي مشاكل ما بيني وما بين دارنا في التليفون وحتى مع اختي اللي كانت جالسه عندها وراجلها. طقشنا خرج من الدار، وانا كنت اصلا كنشرب الدواء تاع الاكتئاب ديك الوقيته، غادي نشرب اكثر من الكميه اللي خصني ناخذها، فما عقلتش امتى غادي نضرب يدي زوج ديال الضربات بواحد الاله اللي هي حاده. وخرجت من الدار ومشيت للمدينه فين تنعيش في الاصل، ولكن ماشي لدارنا، مشيت لعند داك خينا. انا ذاك غادي يعطيني واحد الوجه ملائكي، داني عند ماما وبابا واستقبلوني حسن استقبال. هو ما حطش عليا يديه ولا تقرب مني، بين ليا بلي انه باغيني في الحلال. دارنا اختي بقاو يومين وهما مخلوعين عليا تيقلبوا عليا. انا غادي نصوني على اختي، قالت لي وفاء فين كان نجي نديك؟ قلت لها لا ما تجيش تديني انا غادي نجي. قالت لي لا راه خالتنا ماتت. فعلا مشيت للدار، ما عرفوش فين كنت ولا حتى فين بت. اللي كانوا عارفين بلي انني كنت عند واحد صاحبتي في مدينه واحده اخرى اللي هي قريبه لينا. من مورا الموت نتاع خالتي بسيمانه مشيت عند واحد الطبيب نفسي اللي خديت واحد الدوايات بديت كنشربهم باش نعس، لدرجه حتى هو ما بقيتش معاه على تواصل دائما. هو ما عجبوش الحال ودارها سبب باش انه يتفرق عليا. انا ما كانش عندي مشكل بحكم اني داخله في اكتئاب حد، يعني كنتي ولا ما كنتيش ما عنديش مشكل. تفارقنا الصيف كامل، هو فاش كان تفرق معاه كيمشي كيجيب البنات للدار اعزكم الله كيفسد معاهم باش انا زعما يفقصني. انا شفت هذا الشيء وميكت عليه، شفته في ستوريات نتاع انستغرام. تخاصمنا من شهر 7 حتى شهر 11 عاد صالحنا. انا ذاك كنت بديت القرايه في واحد المدرسه باش نقرا شعبه واحده اخرى،
انا خرج من الاكتئاب ودخلت لهاد المدرسه وتعرفت على ناس تيقراو معايا وبديت كنبدل الجو. في شهر جوج نتاع 2020 غادي يطلب مني باش انه يشوفني، لكن انا اللي غادي نمشي لعندو لدارهم وغادي نزور حتى والديه، واخا انا عارفه بلي انه كانت علاقه محرمه ولكن عمره ما تقرب مني. قبل ما نمشي لعندهم غادي ندي في يديا شي كادوات، شريت لمو شي بيجامات وشي شكليطات للبار. هو تلقى ليا، جلسنا نهار كامل مع والديه ورجعت في حالي في العشيه. مرعب سيمانه مشينا بزوج للتيران في واحد المدينه واحده اخرى من مراجعه الحجر الصحي وتفارقنا. هو بدوره كينتقم كيف قلت لكم بالستوريات، كيشارك السهرات ديالو مع وسط البنات، وهذا الشيء كله راه مازال ما بدات القصه ديالي، ما غادي تبدا حتى النهار اللي غادي يجي يخطبني من دارنا. انا مور الحجر الصحي كنت غادي نلتزم واحد الالتزام اللي هو شديد، حيت في المده ديال الحجر كنت انا كنجتهد باش انني نلتزم. من بعد درت الخمار ومن موراها درت النقاب. نهار صيفط ليا جاوبته قلت ليه خويا ما نقدرش ندوي معاك، نهار توجد راسك وتكون قادر على الزواج راك تعرف دارنا، والعيب عليا اذا رفضتك. انا بقيت بحال هكا ملتزمه ما بين قرايتي ودارنا، حتى واحد النهار غادي يصيفط ليا في الانستغرام وفا انا وجد بغيت نجي لداركم. قلت ليه مرحبا بك وعطيته النمره. قال لي الاول ديال شهر 11 غادي نكون عندك. فعلا في 5 شهر 11 غادي يجي. ماما كانت كتعرفو وما بغاتوش، ما كانش مرتاحه ليه. انا حتى النهار بنهارو عاد غادي نقول لهم الخبر، حيت كنت عارفه بلي انه ماما ما غاديش توافق. طلبتها وتقبلت الوضع. جاو وجايبين معاهم الحوايج نتاع التعارف الكبير، جايبين داكشي بقوامه، دخلوا تعرفوا العائلات على بعضهم، تعشاو معانا وقراو الفاتحه ومشاو في حالهم. من مراهجه الام ديالو عندنا في شهر واحد باش تتفق هي وماما على الصداق وكل شيء، بحكم انه ماما ما كتشرطش في بناتها. قالت ليها شوفي يا فلانه انا ما غاديش نتشرط عليك في بنتي، اعطيونا مليون ولا جيبوا هذه، لا ما عندناش مع داك الشيء، انا حاجه وحده غادي تهلاو ليا في بنتي وصافي. قالت لها اسمعي يا فلانه انا ما عندي بنات وهي غادي تكون بحال بنتي، اتفقوا يديروا خطبه بحكم انه اختي غادي يكون عندها كونجي في شهر زوج. حددنا وجنا كل شيء، عرضوا على الناس وكذلك هو مثال حتى حنا، عيالات بوحدهم رجال بوحدهم، وزاد داكشي كلشي بخير. مور ديك الحفله بداو كيبانوا لي شي حوايج اللي كنقول لراسي دابا ما عرفتش علاش صبرت عليهم، واش كنت معميه بالحب واش عقاب ما عرفتش. كنت وقت ما صليت صلاه الاستخاره ربي كان تيعطيني بزاف ديال الاجوبه، انا ذاك كنت نوهم راسي بلي انه ربما هاد الحوايج اللي بانوا راه ما كيعنيو حتى شي حاجه. فالله يهديه ويا ربي راك عارف بلي انني ما نقدرش نعيش من غيره وصافي. درت معاه اننا نديرو العقد عاد هو يكون حلال عليا حتى في الجماعه والرسائل، ومن بعد ندير العرس عاد نمشي لعندو. خلاني حتى النهار درنا العقد وقال لي والو غادي تجلسي معايا ما كاينش مشي لداركم. قلت ماشي مشكل. الصداق ديالي حماتي غادي تحيد منه 2000 درهم وعطات ماما 3000 درهم وقالت ليها هاك يا فلانه بواحد الطريقه بحال شرات شي بقره. هاد المره ما شراو ليا والو، ما جابوليش ليا داكشي اللي تيجيبو للعروسه، جابوا لي بيجاما وحده والملابس الداخليه. تنازلت لواحد الدرجه ما كتصورش، ما قلت لا علاش ولا كيفاش ولا حتى حاجه، ما درتش داكشي اللي خصو يدار كعروسه، اني نتشرط وندير العز لراسي. غمضت عيني وجلست معاهم. ها هو دخل رمضان، في هذاك الشهر غادي نحمل لانه ما كنتش دايره حتى شي مانع. غادي يجيني الوحم كان قاصح وصعيب لدرجه ما كتصورش. مات جدتي نهار 6 ايام في رمضان، انا تنبكي وربي اللي عالم بيا، حيت انا اللي كنت مقابلها. مشيت لدار راجلي ما كملش شهر وما تسمى مورايا. مشيت لدارنا قس فيها 3 ايام، جات عندنا حماتي اللي غادي تصيفط لولدها ميساج اللي هو راجلي وتقول لي ما تخليهاش. صيفط ليا رجعي مع امي، علما انه كان متفق معايا باش انه يخليني اسبوع ولا زوج. ميكت ودوزت بشخيمه ديال الماء وقلت ما فيها بس. مشيت خرج رمضان شد فيا الوحم تاع بصح، عماني عيطت على ماما عافاك جيبي لي الرفيسه ديالك والحوت واجي عندي نشوفك، حيت شحال هادي ما مشيت شفتها. ما بغيتش نجبد المشاكل ونتناقش معاه باش انه يخليني نمشي. تكمشت وسكت ويمو هكا دايره، انا ما يمكنش نبدلها. جات عندي ماما وطلبت عافاك فلان، واخا نمشي عند ماما واخا غير سيمانه راهي تخنقت وريحه الدار ما بقيتش حاملها ولا ريحه الطياب، بحكم انهم عندهم غير بارطمون وحنا كانت عندنا دار كبيره اللي فيها الطبقات اللي يمكن لي نقدر نسد عليا فين ما بغيت بلا ما نشم حتى شي ريحه. قال لي لا، طلبت فيه حتى عييت وهو ينطق الا مشيتي راكي مطلقه. اش وصلنا لهذا الكلام يا فلان؟ بغيت نمشي مع ماما نجلس مع دارنا نرتاح شي شويه، ما بغيتش نشم الطياب عافاك حس بيا. والو ما بغاش يخليني. في الاخير جعرت وقلت لي انا راني غادي نمشي. قال لي اذا مشيتي راكي مطلقه، واش بغيتي تحرمني من دارنا فلان؟ ما غاديش تمشي، ديري اللي بغيتي. هزيت حوايجي وجيت مع ماما، جابتنا مرت لوسي وحتى امو كانت معانا، حطوني ورجعوا فحالهم. تخيلوا غادي يصيفط لي ميساجات كيسب فيا من السمطه لتحت، انا كانت في قاعده ما كنجاوبش وكنبقى غير كنجمع وكنرد قلبي. حمالتي كانت صعيبه
وهو كان صعب منها. الشهر الاول ما جاش، ثاني والو، ما كيصيفط ما والو. دازت واحد المده غادي نمرض بزاف بالوحم، ما كندوقش النعمه. ماما اللي كانت كدوز ليا، بابا اللي كان كيعطيها الفلوس، اختي هي اللي كانت كديني، كيشريو ليا الدواء. المهم خسروا عليا فلوس صحاح. في الخمسة عشر خمسة غادي ندخل للسبيطار لانهم غادي يلقاو بوتاسيوم مزليه، المناعه زلات ليا. المهم داتي تخربقات كاملها وما تناكلش وغير تنرد الدم اعزكم الله. دخلت للسبيطار الكبير، بت عندهم واحد الليله، داروا لي شي ابره ملي ما جاتش معايا، وصيفطوني لواحد السبيطار واحد اخر وغادي يدخلوني فيه مباشره للانعاش لانه كانت حالتي خطيره بزاف. انا غادي نصوني ليه وقلت ليه شنو واقع. فعلا شد الطريق وجا عندي هو امه، شافني ومشى بات في دارنا. لغد لي جا شافني في الانعاش وعاوتاني مشى. مو جلست مع دارنا 4 ايام. من بعد فاش قالوا لها بلي انه غيقربوا يخرجوني من الانعاش، غادي تطلع لعندي باش تبدل لي الحوايج ديالي، لانه نوعا ما حالتي تحسنت. الاطباء ما كانوش كيتفرقوا عليا. من بعد ما نط قالوا لي بلي انه كانوا تيمشيو وكيجيو وكيقولوا انت محال واش تعيشي، لانك جيتي في واحد الحاله يرثى لها. فاش طلعت عندي مو باش انها تبدل لي حوايجي، نطرات لي السيروم حتى تلح الدم على الحيط وما تلاش بغى يحبس. جات الطبيبه بدات تغوت عليها وكتعاير، شنو درتي شنو هادشي؟ قالت لها لا راه غير هي كتبوح طويلي، مال هادشي بغى يقصها. الطبيبه ما عجبهاش الحال وطلبتها باش انها تخرج من البيت. من بعد اسبوع ما خرجت من الانعاش عاد هو غادي يجي لعندي. دار السباب الخدمه بلي انا كان مشغول فيها، وقلنا ماشي مشكل. شافني بقينا كنهضروا، هو يجيب لي داكشي اللي عزيز عليا كناكلو. لغد ليه مشى هو الام ديالو، قال لي شوفي يا وفاء هذا الاسبوع ارتاحي فيه واخر الاسبوع غادي نجي نديك. قلت لي صافي ان شاء الله. الاسبوع الاخر صيفط ليا الام ديالو، با بحكم انه في خدمته كيعرف الناس، واحد السيده كانت عاطيه واحد الكابانو في البحر، قالت لي دي العائله ديالك تما وسيروا فوجوا. انا علمت راجلي ومشيت مع دارنا لذاك الكابانو، غير هو قلت لي ما غاديش نكون كنبات فيه، غادي نجي لدارنا فين غادي نبات. فعلا كنمشيو كنقيلو مع بابا وماما وكنرجع انا ومرت خويا وخالي، رجعنا لدارنا. لغد ليه الصباح تنرجع عاوتاني لذاك الكابانو. داك النهار حماتي كانت جايه لعندنا ولكن ما علمتنيش، وما لقات حتى شي حد في الدار، ومع الباب عندنا تيبقى محلول لانه كنا كارين لشي ناس من التحت غادي تطلع للسطح لواحد لاطيراس، وبقات كتسنى تما هي وخالت راجلي. فاش صونات عليا قالت لي واش بتي في الكابانو؟ قلت لها لا. قالت لي لا بتي، والله ما بتي خالتي، راني في الطريق جايه. شديت الطريق وانا في الطاكسي غادي ندوز عند مرت خالي، هزيتها باش انها طيب لعدوزتي واختها. مرت خالي شافت عدوزتي كيفاش كتعامل معايا، قالت لي راك بتي تما؟ قلت لها لا والله خالتي ما بت تما. تقلقات، انا ما قدرتش نراضيها لانه في ديك اللحظه بديت كنرجع الدم عزكم الله، لانني مازال ما بريتش. دازو شي ساعات حتى كنسمع التليفون ديالي كيصوني، ما جيت نهزو حتى كنلقى راجلي هو اللي كان تيعيط ليا غادي يقطع. لقيتو مصيفط ليا ميساج اللي فيه جلسي في داركم وما تبقايش تجي لعندي. اويلي شنو هادشي واقع؟ صيفط ليه علاش؟ قال لي بنتي في الكابانو كتكذبي عليا. عييت من حلف ونبرق فراسي. مو انا ذاك كانت كتصيفط ليا ميساجات بلي انا اللي بت تما، بات هي معانا وخالته لغد لي غادي يديوني. من بعد سيمانه مو غادي تعطيني واحد الكاس ديال الماء فيه سكنجبير، لما تيعطيوش المراه حامله ما كنتش عارفه. شربته قطع ليا مصارني، بديت كنغوت لربي اللي خلقني. عيطت على ولدها وقالت ليه اجي دي مرتك للسبيطار راه كتوجع. قلبتني الطبيبه وقالت ليا ما تبقايش تعصبي والا غادي تخرجي على داك البيبي اللي في كرشك وحتى على راسك. رجعني للدار وقال لي غدا غادي ترجعي لداركم وما تبقايش ترجعي لعندي. انا جعرت رجعت لدارنا ودوزت شي شهر وزياده، وعاود جاو عندي قبل ما نمشي. وهنا غادي نكتشف بلي انه تيدوي مع واحد خيتي اللي كان على علاقه بها قبل ما نتزوجوا، وهذيك خيتي كانت خارجه على الطريق بمعنى الكلمه، كانت فاسده وكانت معاه. صيفط لي تبارك الله عليك، بدا يصوني ليا وانا نبلوكي حيت عرف شنو دار. حتى جا لعندي برجليه، قلت ليه جيب لي حوايجي كلهم، جابهم وقال لي نقدروا نخرجوا نهضروا. رفضت وقلت ليه غادي ندويو هنا. بقى كيدير لي السبه وكيصالحني وكيعتذر حتى تصالحنا. بقى معايا ضل معايا النهار الاخر في دارنا، عاد مشى وقال لي انا راه غادي نجي نديك. فعلا جداني انا بقات لي فراسي بلي ديك خيتي خاصني ندوي معاها، حيت هو كان ملح بلي انني ما نتكلمش معاها. وشكيت في هذا الامر، خديت النمره ديالها من التليفون ديالو اللي كان مسحها، ولكن كانت بقات في لي زابيل ديالو مع النوامر لتحت كاع. خديتها 3 ايام وانا كنبغي نصوني وتنقول اعتبنا الشيطان الرجيم، حتى قررت انني نصوني. غادي تشد معايا ساعتين ديال الهضره، لقيتو معاود ليها كلشي المشاكل ديالنا وديال والديا اللي كنت كنامنوا عليهم. بقيتو معاود ليها حتى الاسرار ديالي انا وياه اللي ما كنعرفوهم غير بزوج. منين جا ما بغيتش نبين ليه، ولكن حتى هو كان حس بلي انه كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك شيء، حيت كان شايفني ساقله ساكته. سولني ياك لاباس، قلت ليه متيقن باغي تعرف شنو كاين.
اييه سير سد داك الباب واجي حدايا. بقيت عليه تبارك الله عليك اسرار ديال بيتي انا وياك عاودتيهم ليها، وحتى الاسرار ديال والديا. انا اييه انت لا. وبدا كيتفتف مالك كذاب مالك على هاد الحاله. بقى عليا سمحي ليا انا غلط انا هادي. سكت عيط لماما باش انا تجي، وقلت لي غادي نمشي في حالي. هزيت كلشي من حوايجي ما خليت حتى شي حاجه. بقيت في دارنا هي ميسوني ليا عطاني فرصه عافاك وفاء تنقول لي ما نقدرش. جلست في دارنا قطع لي المكالمات. هادشي وقع في شهر 9 في شهر 12 غادي نولد. ما بين هاد الشهر هو غير تحت في ستوريات بلي انه مع البنات والحفلات وما كاينش في هاد العالم، كانه ما عندوش زوجه ومن الفوق حامله وما عندوش مصاريف. المده كلها ما سولش فيها حتى النهار اللي غادي نولد فيه، علما انه كنت حالفه انني ما غاديش نقول ليه بلي فوقاش غنولد. ماما مسكينه تكلفات بكلشي الحوايج داكشي ديال الاسبوع، با تكلف بالتحاليل ديالي كلشي داروا ليا والديا. ماما دارت القرعه على ودي باش تكافى معايا. النهار غادي نولد ما كانش في خبارو، غادي يصيفط مو با لدارنا لقى اختي قالت ليهم راه مشات تولد، صوناو ليه وقالوا لي راه وفاء مشات تولد. جاي ما مسوقش جايب معاه عرام ديال صحابو في الطوموبيل. انا بقيت 24 ساعه في السبيطار وانا كنتوجع حتى لا غد لي عاد ولدت، غير هو حتى رجع السبيطار انا ولدت. فرسقت الخبر بلي انه كاين واحد السيده في الحراسه طلبتها عافاك ما تخليهش لا هو لا مولا حتى شي حد من عائلته انهم يدخلوا عندي. فعلا ما دخلتهمش لعندي، لا غد لي جاوا السبيطار باش انهم يديوني زعما نفز عندهم، ولكن رفضت. عيطت على والديا دابا تجيو لعندي ولا ندير شي حاجه في راسي. جات اختي وراجلها اللي غادي يأذن لبنتي في ودنها. ركبنا في الطوموبيل وجينا للدار غادي تبعونا. جا دخل شيخي هز لي بنتي وخرجها لراجلي. غير هو دقيقه بديت كنغوت دخلوا لي بنتي ما نقدرش نصبر، انا باغا نرضع بنتي جيبوا لي بنتي. عاد بانت ليه بنته 9 شهور وهي مليوحه ما دارش بحسابها. فاش كنت كنعيط ليه ارى فلوس التحاليل ارى فلوس الدواء تيقول لي ما عنديش. دابا بنته فاش كنت كنتوجع ما جاش طلع ليا، دابا عاد ولات بنته. كنغوت وكنقول هاد الكلام. سمع هاد الهضره هو والديه ومشاو فحالهم. المهم دازوا بزاف ديال الاحداث اللي فيها رفضت باش انهم يشدوا بنتي اللي هي غير بالاسم حفيده ديالهم. حاول باش انه يدخل عندي جريت عليه غادي يجبد معايا الموضوع وقلت اللي عندي وحاولت ندير ما منين يدوز. وعطيته للمره الالف فرصه واحده اخرى. مشيت عندو للدار وبديت نميك على حاجه وندوي على حاجه. مو كتعمر ليه الراس بالشر وسوء النيه. في الاخير كندير استنتاج انه هو ما بغاش يتبدل وعندو العقليه تاع انه يضرب المراه بالمراه. كانت خاصمو انا اللي كنطلب منو السباحه حتى تصر وثاق بلي انه واخا غادي نتخاصمو انا ما غاديش نقدر نبعد منه. حتى ناض واحد الصداع اللي كان خايب على والو ومليت وزيت فوق طاقتي وحييت. صونيت على ماما وكنبكي وقلت لها صيفط لي شي حد من خوتي. قال لي باه واش هاد البنيته بغيتيها تمشي ضحيه؟ ما حشمش من باه وقال لي راه ما تمشي بمعنى انها تفسد وتعيشها. ما صبرتش ما تيقش الكلام اللي تيقول ما حشمش. نط وكنعاير وكنغوت. جات ماما عندي بدا شي خي كيغوت على ماما. ماما حبساته وعطاته جوج كلمات وهو يسقل. هزاتني خرجتني وحلفوا عليا اذا خرجت ما نبقاش نرجع لديك الدار. دارت عنده ماما وحلفات عليه انني عمرني ما غادي نرجع. قالت ليه هي اللي دلات راسها ولكن اللي ما كيقدش على بنته في الكرش راه عمره ما يقد عليها وهي خارج الكرش. جراتني ماما وخرجنا. انا داك حماتي الشيطانه حيدت لي الحاله المدنيه ديال بنتي من الصاك. مشيت لدارنا جلست فيها ما تيسول ما والو. با وخوتي هما اللي كيصرفوا عليا. انا حاليا ما مطلقه ما مزوجه ومستحيل انني نرجع مستحيل انني نسامح. وما عرفتش صراحه باش تقدروا تنصحوني لانه مستحيل مره اخرى انا وحتى تكبر البنت عادي يجيو يبغيوها ونعطيها لهم. هو اليوم تيهددني بلي انني انسانه فاسده وما مسوقش ليا لا لبنتي. والدفتر نتاع الجلبه هو التالي ما بغاش يعطي ليا، ما بغاش يدير معايا حتى شي حل، ما بغى يدير مع بنته حتى شي حل. الشرط ديالو هو انه بغى الطلاق اتفاقي باش انا وبنتي ما ناخذوا حتى شي حقوق. وتيهددني بلي انه اذا طلقت منه وتزوجت غادي ياخذ ليا بنتي. هو كيدير المستحيل على ود امه لدرجه انه يسمح في بنته وما يسمحش في امه. نصحوني عافاكم شنو ندير. وخلاصه القول من قصتي هذه كامله، انا نصيحتي من خلال التجربه ديالي للبنات، الزواج عن حب اللي غادي يخليك انك تنازلي على بزاف ديال الامور لا ما خدامش. حيتاش هو غادي يشوفك هو وعائلته رخيصه ومدلوله. اعطي قيمه لراسك وخلي راسك باش انه بنادم يدير بحساب. انا تعطلت باش انا نكبر براسي حتى هما قللوا مني. نصيحتي للبنات ما تقولوش بلي انه لا الفلوس راه ماشي هما كلشي، الفلوس تيلعبوا حتى هما دور كبير في الحياه. اذا بغيتي تزوجي سيري عند داك اللي باغيك ماشي اللي انت باغاه. انا خليت لك يبغوني ومشيت عند اللي بغيت.
عطاه ربي جوهرة وما دارش بحسابي. تخيلوا كنت كنطلبوا انه غير يكون امام في الصلاة عندنا في الدار كيرفض، تنعيط لي غير هاك راني حفظت واحد الصورة عافاك بغيت نعرضها عليك، صحيح لي الاغلاط ما كيبغيش وتيقول لي شتي انت راكي غير مريضة اش تخربقي عليا. بانوا لي بزاف ديال الحوايج قبل الزواج اللي كانوا خايبين، ولكن غمضت عيني عليهم. كان خاصني نحبس فاش ربي عطاني جواب في الاستخارة ديالي، ولكن تشبت به ومرت راسي ومرت حتى والدي مساكن معايا. البنات الحياة ما كتوقفش على راجل، هاد السيد ما كنش غير كان بغيه، كان إذا طلب عينية والله تنعطيهم ليه، ولكن فاش كفرت عليه كفرت عليه دقة واحدة وريحته ما بقيتش كنحملها، وعفتو لأنه كاع الصفات الخايبين فيه تجمعوا. أنا اليوم مهنية وما عنديش مشكل أنني نتم امرأة مطلقة، لكن ما عارفش كيفاش ندير ولا شنو غادي ندير باش انه يعطيني الحقوق ديال بنتي. هذه هي حكايتي، وهذه هي كانت حكاية وفاء. فرسكم بلي انه اسهل حاجة هي انك تزوج ودير عرس وتلبس احسن مكان وتزوق وتنشط والهدايا، لكن اصعب حاجة وتيقوني هي من بعد ما كيسالي هذا الشيء كله وكيتسد عليك الباب غير انت وهذاك الرجل اللي تزوجتي به. هنا فين كيبان المعدن نتاع كل واحد فيكم، هنا يا اما كتبان الحقيقه المره او لا كتبان الحقيقه اللي كتمناها كل انثى وحتى كل رجل، بمعنى رجل وليس الذكر، حيت كاين الفرق بين الكلمتين. داكشي باش ديما تنقول لكم اختاروا بعنايه رجال اباء ابطال لولادكم، ازواج رجال اللي غادي يتقي فيك مولانا، اللي قبل ما ياديك غادي يشوف فيك وجه مولانا وما يقدر يدير لك حتى شي حاجه. اختاروا اللي يحافظ على الاسرار ديالكم ما بيناتكم، وماشي يضربك انت كامره بمراه واحده اخرى بحالك ولا اقل منك، او اللي يضربك بمو مثلا. الام ليها المقام ديالها والزوجه عندها المقام ديالها، وحتى شي وحده ما تقدر تاخذ البلاصه نتاع الاخرى. علاش هاد الضرر؟ علاش هاد الأدى وإلى متى؟ أما عن وفاء أنا كنهنئك وكنشجعك، لأنك ورغم هادشي كله القصة ديالك كنتي كتحكي عليا بكل واحد الثقة وما نزلتي حتى شي دمعة، وكانت كيبان ليا بلي أنا الروح ديالك قوية ما كنتيش ضعيفة باش تكملي بحال هكا. من حقك تزوجي، من حقك ديري حياتك، لكن حاليا دابا ركزي على كيفاش أنك تستقري أنت وبنتك، ومادام تبارك الله راكي قارية حاولي انك تلقاي شي خدمه باش تلهي فيها راسك وتقدري ديري لراسك شي حاجه، تكوني مستقله بذاتك وما توقفي على حتى شي حد، ما تنازليش على الحقوق ديالك. هذا هو كان الراي ديالي منكم يا متابعي الكرام. خليوا تعاليق الوفاء، غادي تقراهم ان شاء الله وغادي تفرح بهم كيف عودتونا وكيف العاده. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو ربما بعد غدا. سلام سلام.